18 شهيدا يتم تشييعهم في مخيم طول كرم بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مقهى في هذا المخيم، ما أدى لاستشهاد 18 مواطنا منهم أطفال ومنهم آباء وأمهات كانوا في منازل مجاورة للمقهى الذي تعرض للقصف. حالة من الغضب في هذا المخيم وإطلاق نار كثيف مع نقل جثامين الشهداء من المستشفى باتجاه المخيم ومن ثم إلى المقبرة. يهتف المشيعون مطالبين بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ما وصفوها بمجزرة بشعة هنا في مخيمهم، هي أكبر مجزرة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ أكثر من 20 عاما. نشاهد آلاف المواطنين يحملون جثامين الشهداء 18 على الأكتاف ويسيرون بهم باتجاه منازل عائلاتهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم قبل الانتقال بهم مرة أخرى باتجاه المقبرة. عشرات المسلحين يشاركون في تشييع جثامين الشهداء وسط هتافات تطالب بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. من بين الشهداء عائلة مكونة من أب وأم واثنين من أطفالهما، وأيضا أحد أقربائهم كانوا داخل منزل عندما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المقهى، وكانوا داخل منزل مجاور لهذا المقهى ما أدى لاستشهادهم بشكل كامل. عميد شحاري، تلفزيون العربي من مخيم.